معقول اللي شفته بعيونها كان حقيقي؟ معقول؟ شو هاد اللي شفته بعيونه؟ مستحيل يكون. أنا شو عم فكر؟ لا لا، عيوني أكيد عم بيكذبوا علي، أكيد. لا أنا كيف ما انتبهت؟ معقول كون عم بتوهم؟ كيف ما انتبهت؟ معقول كنت عم بتوهم؟ لا لا، يمكن يمكن عم بتخيل. مستحيل يكون حقيقة، مستحيل. ما بقدر صدق هذا الشيء. ما فيني ما فيني. ما حدا غيرنا نديني حيجاوبني على أسئلتي. انتي عم تخبي شي عني؟ الشي اللي شافته عيوني كان حقيقي؟ كيف عرفت اني اجيت؟ كنار، كنت عملت لك ياها مفاجأة. شو صاير لراسك كنار؟ ما تخافي، هذا جرح صغير. كنت فايت على الخيمة لجوا وجرحت راسي. طيب معقول ما انتبهت؟ حبيبي إمتى رح نرجع على بيتنا؟ مش هندير بالي عليك كونال. كل مبارح وأنا عم فكر قديش رح تنبسط بس تشوفني قدام عيونك. وشو رح تحكي عيونك المتفاجئة؟ أنا بحبك كتير. مشتقت لك كتير كمان. مبارح كنت مربطة وضايعة، كنت كتير متوترة مشانكن. ماما وتيتا كمان كانوا خايفين، صح ما فرجوني هالشي، بس العيون ما بتكذب أبدا. الحمد لله كونال إنه أنت ونانديني مع بعض، على القليل هالشي بيريحني. ما بعرف شو كان صار لو كل واحد كان لحاله. وين ناندينيا؟ ناندو، انتي واقفة هون؟ انتي منيحة؟ شو يا قلبي انتي؟ ايديكي مثل التلج، ليش باردين هيك؟ شبك؟ فرجيني نبضك. شوفي شو صاير معك؟ شوفي، اللي صار مو سهل أبداً، بس خلص انتهى. معناته رح روح أنا أعمل لك قهوة، وما بعرف إذا أنتوا أكلتوا ولا لا. خلص هلأ مناكل شي شغلة على الطريق. هذا سبب التعب والصدمة، خلونا نروح. تيتا وماما
عم يستنوكن عنار لترجعوا انتو اتنين. ايه وانا مشتاقت لكم كتير، مشتاقت لك الك كمان. يلا شوي بكون جاهزة. كونال، كونال، وين الأسوارة المكتوب عليها اسمي؟ أنا آسف مولي، لأنه من وراء الطقس ومن وراء طلوعنا على الدرج ما بعرف وين ضيعتها. أنا عن جد آسف. مو مشكلة حبيبي، أنا بعرف إنه ما كان قصدك، هي مجرد أسوارة. طالما أنا موجودة بقلبك هون مو مهم إذا ضاعت الأسوارة، صدقني. اسمك واسمي هون مكتوبين حبيبتي، ولكل العمر. اي اكيد كل العمر. انت مفكر اني رح اتركك بهالسهوله؟ ولا انت بتقدر تتركني؟ انا بعرف قديش بتحبني. ناديني شبك، ليش هيك واقف هنيك؟ كنا مشتاقين للحظة رومانسية أنا والدكتور. تعي. تعي. تعرفوا؟ تيتا رح تنبسط كتير لأنكن حققتوا لأمنيتها العظيمة، وأكيد ما رح تنسى لكم هالمعروف كل حياتها. تفضلوا لحتى نحصد نتيجة تعبكم. يلا. بنتي، في ناس بتفوت على حياتنا مثل نسمة الربيع الناعمة، وانتي كنتي من هاد النوع. لو كان دهراج لساته عايش كان رح ينبسط كتير، لأنك خليتي ابنه يطلع على المعبد اللي كان يحبه كتير ووفيتيلي ندري. بتمنى تحققي كل أمنياتك اللي طلبتيها هنيك، وتضلي سعيدة كل حياتك. أنا كل يوم بدعي لربي وبشكره لأنه بعت لنا إياكي على حياتنا. ستي، هاي الشمعة مشان الندر، عطوني إياها بالمعبد. عن جد؟ وقالوا إنه بس تشغليها لازم تضل شغالة لثلاث أيام متواصلين، وما بصير تنطفي أبداً. أوه. ورح تشوفي بعد هالثلاث أيام كل المشاكل رح تختفي من البيت. يسلموا إيديكي بنتي، انتي فعلا دخلتي على حياتنا مثل النعمة. انتي البنت الحنونة اللي بتهتم بكل اهل البيت وبتدير بال عليهم. ماني عم افهم كيف اجا نصيبك على واحد مثل هاد. هل واضح؟ تيتا، خلص شيلينا من سيرته هلا. ناندو، بتعرفي شو؟ لما رحتي انتي وكونال مشان تحققوا الندر تبع تيتا، تيتا وماما كانوا كل الوقت قاعدين عم يدعوا لكم. واحذري شو؟ تيتا كانت عم تدعي لك دعوة كتير حلوة. كانت عم تدعي إنه تحققي كل أحلامك وأمنياتك، وتلاقي حب جديد، وزوجي يحبك عن جد، وترجعي تعملي عيلة، وتكوني مع الشخص اللي بتحبي واللي بدك إياه. لك كونال، شو نسيت شنطايتنا نديني؟
لا مو مشكلة، ما نتقيلة كتير، فيني احمل لحالي. هي نانديني، شو صاير معك؟ شو بقى ايدك؟ شو؟ كيف احترقت هيك؟ حرقت ايدي بالنار بالغلط، ما كنت منتبهة. منيح يلي انتبهت بالوقت المناسب، وإلا ما بعرف شو كان صار. فهميني كيف ما حسيتي بالحرق؟ ليش قربتيها على النار ناندو؟ ما بعرف، كنت شاردة. في شغلات بتصحينا على أغلاطنا. العقل الشارد مانو غلط حبيبتي نانديني، وانتي هيك من لما كنتي صغيرة بتضلي صفنانة. أنا رح روح جيب لك دواء للحرق، بس يا ريت تتعلمي تسيطري على أحلامك وتخففي صفنا شوية مدام. أنا بوعدك مولي ما رح أرجع أغلط هيك غلط أبداً، صدقيني أختي. تعي أخيرا رجعنا على البيت بخير وسلامة، وبفضل ولادي قدرت حقق أمنيتي والندر تبعي بنروح على المعبد، وبكرة بعد الظهر رح نشعل هالشمعة بالبيت. مولي؟ ايه تيتا، هاتي رح حطها عند التمثال. ماشي، يلا خلونا نرتاح وننام شوي، الكل تعبان. ايه هاليومين كانوا كتير صعبين علينا كلنا، وما حدا مننا أكل منيح ولا حدا عرف ينام مثل العالم، وكمان كان ممكن تصير مصيبة كبيرة بعد يلي صار، بس الحمد لله ما حدا تضرر. نانديني كنت خايفة عليك كتير، منيح يلي انفدت بحرقة ايدك وبس. روحي ارتاحي هلأ، ومن بكرة رح نبدأ بدروس الطبخ تبعك. نانديني أنا كتير متشوقة لدروس الطبخ، ما بتصدقي قديش، ورح تشوفي كل شي بحياتك رح يتغير، ورح تنجحي بهالشغلة بغمضة عين. هالشي بفضلك انتي.
بريرنا، كيفك بريرنا؟ شو الأخبار؟ إيه نحنا كلنا مناح وهلأ وصلنا على البيت. عن جد؟ واو ماشي، رح خبر الكل. طيب سلام. بريرنا عم تقول إنه هي محضرت لنا مفاجأة كتير حلوة. لا أنا قصدي نحن لازم نحضر حالنا كتير منيح لمفاجأة بريرنا مشان ما ننصدم كتير، لأنه هالبنت بتعمل أي شي كرمال تفاجأ أخوها. ماشي حبيباتي، تصبحوا على خير، أحلام سعيدة. أنا كتير انعست. وأنا كمان رايحة نام، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. ناندو؟ شو قصتك؟ عم تتصرفي كأنك سارقة شي وخايفة من الشرطة. من لما اجيتي وشك ما بيتفسر، شو صاير لك؟ مانك عم تاكلي منيح ولا عم تحكي، شو صاير؟ أنا بس تعبانة وبدي روح نام وارتاح. أكيد بس تعب ولا لتكون صحتك تعبانة؟ إيه أنا كنت مريضة وقت كنا بالمخيم، بس هلأ تحسنت. ما بعرف ليش بس أنا كتير قلقانة عليكي. ما في داعي تقلقي، أنا منيحة، ما بدي تعبك معي. أنتي مجنونة؟ تعب شو هاد؟ أنا بدي إياكي تكوني مبسوطة، هذا كل شي بيهمني حبيبتي. معناتها خليني ارتاح، وأكيد بس في بكون أحسن. طيب بس أكيد ما في شي تاني؟ طيب بلكي تعبتي أكتر. لا ما رح يصير لي شي، رح انتبه على حالي. فيني روح؟ دهني المرهم على إيدك. تصبحي على خير. شفت؟ ما لبس شي من التياب اللي جبناها. هالحياة غريبة، نحنا منضل عم نخطط ونفكر بالشغلة وبيصير شي تاني. صعب الواحد يتوقع أي شي من الحياة. هاد مرة تانية رجعت علقت القميص الأصفر هون. قلت لها لبرامي لميت مرة أنه هالقميص صار قديم وعساس تغسله وتعطيه لحدا. ما بعرف ليش ما بترد. إذا الواحد مهتم ببيته واشتغل بإيده بينتزع كل شي. ما حدا بيحافظ على غراضك مثل ما أنت بتحافظ عليهم. لازم تاخد دوش. مولي أنتي بتعرفي كل أغراضنا وحافظة كل شي وبتعرفي كل شي بالبيت. إيه طبعا. يعني إذا ضاع أي شي منك رح تلاقيه فورا، مو هيك؟ مولي رجاء إذا ضاعت منك دوري علي ولاقيني. كونال رجاء لا تقول هالحكي. تعرف شو؟ وقت كنا بالمعبد ما بعرف ليش كنت حاسة إني رح أخسرك للأبد. وأنا ما فيني أتحمل هالإحساس أبداً كونال، لهيك رجاءً لا تقول هالحكي. بعدين أنا مستحيل خليك تضيع لأني رح ضل جنبك عطول. أنا وأنت مستحيل نفترق عن بعض، هالشي ما رح يصير لا هلأ ولا بأي وقت. أنت عمري
أنا ما فيني أعيش من دونك ولا لحظة. نحن رح نضل مع بعض وأنت ما رح تروح لأي مكان، اتفقنا؟ رح تتحملني؟ يا ويلك تروح وتتركني، بحبك كتير وأنا بحبك. أنا كيف قدرت أفكر بهي الطريقة؟ أنا وحدة سيئة. رفيقة عمري يلي عم تحاول تحسن لي حياتي واقفة معي وعم بتساعدني، أنا عم خرب لها حياتها وزواجها. يا ربي لا، هذا الشي غلط، أنا بموت وما بسمح لحالي أفكر هيك. كيف قدرت أفكر بهذا الشي؟ كيف؟ أنا خجلان من حالي، حاسس حالي واطي. كيف ممكن أعمل هيك شي مع مولي؟ لا معقول أنا ضعيف لهالدرجة؟ لك أنا عايش حياتي كتير حلوة، ليش هيك؟ مولي سامحيني، أنا رح شيل الفكرة من رأسي. أنا كونال، لا رح تسامحيني يا ربي، رح تسامحيني؟ رح تسامحيني مو؟ بترجاكي سامحيني، بترجاكي. واو، الصور طالعين بجننوا. شكرا يا ربي على هالحياة الحلوة، أنا كتير سعيدة. كونال طالع حلو كتير بهالصورة. لحظة شوي، أنا بدي حطها خلفية. آه هالحلوة هي، هي كمان قطعة من قلبي، ما فيني بدونها. رح خبي لها الصورة. كونال، كونال ليش تأخرت كل هالقد؟ شو صار لك؟ ايه مولي يلا جاي. لا تكون معصب من شي وقاعد جوا مثل العادة. معصب من حالي، بس التعصيب ما رح ينفعني بشي. أنا لازم أطلع من هاي الحالة، لازم أطلع لحتى أقدر واجه حالي ولحتى أقدر واجهك. الأمنية اللي تمنيتها بالمعبد كانت أمنية سيئة وغلط كبير. كيف قدرت أفكر بهي الطريقة؟ وين الرفقة والصداقة؟ كيف بعمل فيها هيك؟ أنا وكونال، كيف سمحت لحالي أفكر هيك؟ كونال بيكون زوجة لمولي، مولي مولي رفيقة عمري الحلونة. أنا رح صحح كل شي. إيه مولي، رح صحح كل شي ورح تشوفي كل شي رح يرجع مثل قبل، كل شي رح يرجع مثل قبل. وإذا ما قدرت صحح كل شي فأنا ما بستاهل هاي الحياة، ما بستاهلها. حبيبي كونال ليش طولت كتير؟ تعال شوف الصور. كونال شوفي ليش عيونك حمر؟ لأنه فات شوية صابون على عيني، بس غسلتها منيح، صارت منيحة. متأكد؟ ايه.
أنا بعرف يا نانديني أنت بشو حاسة. عيونك وخوفك عم يحكوا كل شي، بس منقدر نعمل شي. صح إنه هاي المشاعر اللي عم نحس فيها مو بإيدينا، بس نحنا لازم نسيطر عليها قد ما منقدر ونبعدها عن حياتنا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.